معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري مدرس العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. هنتكلم النهاردة عن التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر، وقد إيه الحكاية دي خطيرة والعيانين ما بياخدوش بالهم منها. المشكلة في التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر إن المشكلة بتبقى في الأوعية الدموية الدقيقة، والأوعية الدموية أصلا الكبيرة بيبقى فيها مشكلة عند مريض السكر. فلما بناخد أدوية توسع الشرايين بتاعة الأوعية الدموية لمريض السكر، دي بتشتغل على حاجة اسمها السيستميك سيركيوليشن، يعني الدورة الدموية العامة اللي هي اوريدي فيها مشكلة عند مريض السكر. فبيبدأ يحصل عنده مشكلة نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم وعلو مستوى مادة اسمها السوربيتول، نتيجة ان الانسولين ما بيعرفش يصرف السكر الزيادة اللي في الجسم. فبتبدأ يحصل انسداد او ضيق في الأوعية الدموية نتيجة لتراكم المادة دي على الشرايين. بتبدأ يحصل ضيق في الأوعية الدموية، الضيق الأوعية الدموية ده بينتج عنه التهاب أعصاب سكري. التهاب الأعصاب السكري ده احنا مش عايزين نخوف الناس، بس فعلا يعني الإهمال فيه ملهوش غير نتيجة واحدة بتكون البتر. التهاب الأعصاب يعني حاجة علاجها بسيط جدا لو اتعالجت في الأول، والإهمال فيها كارثي. فعلا بيبقى عندنا مشكلة ومصيبة كبيرة إذا ما اهتمناش بالعلاج. طيب المشكلة بتيجي منين؟ إن المشكلة بتيجي إن الالتهاب أو الضيق اللي حاصل في الأوعية الدموية دي بيكون في المايكرو سيركيوليشن، الأوعية الدموية الدقيقة، اللي الموسعات بتاعة الأوعية الدموية عن طريق الأدوية ما بتوصلهاش. فبيكون عندنا في الحالة دي مشكلة انه الدورة الدموية الدقيقة بتفضل مقفولة والالتهاب عمال يزيد، بالإضافة ان التهاب الأعصاب السكري بيمسك الأعصاب الحسية قبل أعصاب الحركة. فالعيان حاسس انه بيتحرك وما عندوش مشكلة، فبيفضل يهمل في الموضوع. كل اللي بيحس بيه شوية تنميل، شوية ألم، شوية تقل، ما بيحسش بأكتر من الأعراض دي، لأن الأعصاب الحسية أكتر أعصاب بتتأثر في التهاب الأعصاب السكري. فيبدأ العيان، طبعا العيان طالما مش حاسس ان هو رقد في السرير، يفضل ايه بيمشي على رجله، والدنيا والايه والشرايين عماله بتتسد تتسد تسد لحد ما نبدأ نلاقي ظهرت مشكلة انه بدأ يبقى فيه قرحة، انه بدأ يبقى فيه حتت فيها لونها غمق او لونها اسود، لحد ما يشوف حاجة بعينه، أو لا قدر الله يلاقي صباع كامل في رجليه مثلا، أو أكتر من صباع أو جزء كامل بدأ يبقى خلاص لونه اتغير واسود، ويروح للدكتور يقوله الجزء ده باظ ولازم يتشال. طب احنا أصلا ايه اللي وصلنا لهنا؟ المشكلة بقى إن التهاب الأعصاب السكري يعتبر من المشاكل اللي ملهاش علاج كتير قوي في مصر، مع إن هو علاجه بره والناس عندها وعي وبيتعالج، وإنه الجلسات اللي بيعملها العيان علشان يخف بتبقى يعني من شهر لثلاث شهور على حسب الحالة، والمشكلة دي بتنتهي على الأقل، بتفضل الشرايين دي مفتوحة لو هو محافظ على نسبة السكر على الأقل علميا في الرسائل اللي احنا عملناها، وده موضوع رسالة الدكتوراه بتاعي أنا شخصيا، على الأقل بتفضل النتيجة دي موجودة سنتين. بيفضل سنتين المشكلة دي، يعني المشكلة دي اتحلت تماما. يعني انت لو عملت كورس شهر كل سنتين، لو بدأت حتى لو كانت الحالة صعبة وعملنا 3 شهور في الأول، بعد كده شهر كل سنتين مقابل إن أنت تحمي نفسك من البت، فأنا شايفة إن الموضوع فعلا يستحق إن احنا نهتم، لأنه بنشوف المشكلة فعلا الإحساس السطحي وبنشوف الإحساس العميق عند الحالة دي إيه. حاجة اسمها في الاسسمنت اسمها شون ديكور، المفروض ان احنا بنخبطها، والمفروض العيان لو عنده سكر او التهاب اعصاب طرفية بيبقى عنده مشكلة في الاحساس العميق. عندنا نوعين من انواع الاحساس، الاحساس السطحي والاحساس العميق. احنا دلوقتي بنعمل تقييم للاحساس، المفروض بقى العيان بنسأله حسيت بايه؟ بزعل. هو ما حسش بيها، المفروض انه لو حد طبيعي هيحس بزنه، لو مريض سكر او عنده او اي حد عنده التهاب اعصاب حتى لو مش سكري، المفروض ان هو ايه ما بيحسش. حسيت ايه هنا؟ بزنه. حس فوق شويه، دايما اعصاب الطرفيه كل ما بننزل تحت بتبقى الدنيا اضعف.
دايما بتبقى الدنيا اضعف، لكن كل ما بنبقى فوق ممكن الدنيا بتتحسن. طبعا مرض الاعصاب الطرفيه بيبقى من الامراض اللي بتبقى فيها سيستم، يعني سيمتريكال، يعني لو الرجل دي فيها مشكله لازم الرجل دي هي كمان يكون فيها مشكله، تمام؟ فطبعا احنا كده شفنا الاحساس العميق، في حاجات كتيره جدا بنختبر فيها الاحساس العميق. بتغمض عينيك، كيس باك تحت ولا فوق؟ تحت كده مظبوط كده فوق، تمام. ده برضو اختبار من الاختبارات اللي بتقيس الاحساس العميق. دي حاجه اسمها مونوفيلمنت. المونوفيلمنت دي بتقيس ليها ويت معين متقاس عالميا. على فكره الجهاز الصغير ده مش موجود في مصر، احنا جايبينه، تعبنا على ما جبناه من امريكا. بس هو بيعمل اختبار دقيق جدا للاحساس السطحي، مع ان هو صغير بس ايه. حسيت بايه؟ مش حاسس بحاجه. دايما مريض السكر بيبقى عنده مشكله في الاحساس السطحي. طبعا بعد الجلسات لما بنعملها بيبدأ الإحساس ده يرجع، بيبدأ الإحساس يرجع عنده بعد ما بنعمل الجلسات. برضو بنعمل حاجة اسمها البراش بنشوف الإحساس في حاجة اسمها الفاين تاتش. حاسس بإيه؟ برضو مش حاسس. طبعا المفروض ان انا بشوف، بنعمل العيان دوبلر ونشوف الشرايين. امتى اقدر اشتغل مع العيان وننقذه ونحل المشكله؟ لو مفيش انسداد كلي للاوعيه الدمويه الدقيقه. اذا في انسداد كلي يبقى احنا مش هنقدر نعالجه، فاحنا بنوجه رساله للعيانين: الحق نفسك وتعالج نفسك من التهاب الاعصاب الطرفيه دي، لان هي ممكن لا قدر الله تؤدي بينا للبتر. طبعا احنا بنحط المشكله زي ما قلنا في التهاب الاعصاب الطرفي ده، إن هو بيبقى بياخد الشرايين الدقيقة. طبعا احنا ما بنعرفش نفتح الشرايين الدقيقة دي بأي طريقة، ما فيش أدوية، ما فيش حاجة. حتى برضو القصة دي تقريبا يعتبر من المشاكل اللي ملهاش علاج في مصر. حتى برضو الجهاز اللي احنا هنشتغل بيه برضو ده احنا جبناه برضو من أمريكا، عشان برضو جبته في رسالة الدكتورة بتاعتي اللي كانت عن التهاب الأعصاب الطرفي، برضو مش موجود. ما عندناش الفكر ده. مش عارفه هيبان في الكاميرا لو عملنا شكل الموجات الضوئيه اللي خارجه منه. في الوان طالعه عندكم. ده المفروض دي بتطلع موجات اسمها مونوكروماتيك انفراريد فوتو انرجي. نحطها على الشريان مباشره اللي فيه انسداد. ده شريان من الشرايين اللي بيحصل لها انسداد، تيبيال ارتري والدورسالس بيدس ارتري، شرايين عندنا معروفه في السكر بيبقى فيها انسداد، بنشتغل عليها. المفروض الجلسه بتبقى 45 دقيقه. عايزين الماجنتيك اهو، وهنشتغل الناحيه الثانيه في نفس الوقت بتاع الجلسه دي، بنشتغل بالماجنتيك ثيرابي. بنشتغل بالماجنتيك ثيرابي. الماجنتيك داون برضو من الحاجات اللي بتحسن الدورة الدموية، علشان بتحسن الدورة الدموية، بيزود الدورة الدموية للشرايين الدقيقة مع موجات الماير، بنعملهم مع بعض. المفروض العلاج بيستغرق من شهر لثلاثة على حسب شدة الحالة. العلاج ده هيحسني قد ايه؟ هيحسني لمدة على الاقل في الكتب سنتين. انت لو انت محافظ على صدورك مش هتقدم على نفس مجموعة الشرايين اللي بيحصل فيها انسداد. بنستخدم حاجة اسمها الفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي ليه دور مهم جدا في علاج زي ما انتم شايفين لون الدوب. واضح؟ ده الفوتوثيرابي ده ليه دور فعال جدا، احنا خصوصا في الحتت اللي بيبقى فيها نقص في الاوعيه الدمويه، او بيبقى فيها ألسرز، قرح. الموضوع بيتعالج تماما لو في قرح، بتبدا القرح دي تلتئم مع الوقت.
بيبدأ، وبرضو بنستخدم عليها موجات المايار دي، المونوكروماتيك كروماتيك انفراريد انرجي دي برضو بنستخدمها معاها. مع وبنفضل المفروض بنسيبه برضو حوالي 40 دقيقة أو ساعات أكتر، لو عندنا لو البس لو الفيسلز مقفولة أكتر بنستخدمه أكتر. وفي عندنا برضو جهاز اسمه البريشر ثيرابي، ده بيحسن الفينز الدورة الدموية اللي في الأوردة برضو الصغيرة، وبيمنع التورم بتاع الرجلين اللي بيبقى مصاحب جدا مرضى السكر. هنركبه حالا. هي الجلسة هتبقى تقريبا في حدود ساعتين، ساعتين بنشتغل فيهم على القدم على كذا لحد ما نطمن انه العيان ايه، ان احنا وصلنا دورة دموية كويسة. بس اثناء الجلسات طبعا احنا طبعا بنبقى فتحنا الفيسل اللي مقفوله، خلي بالك هي بتتقفل، والموضوع ملوش علاقه تايب 1 وتايب 2، النوعين بتوع السكر على فكره ممكن يجي فيهم التهاب اعصاب طرفيه. ممكن في تايب 2 بيبقى بدري، بيظهر بدري شويه عن تايب 1، بس الاثنين بيحصل فيهم المشكله دي، والاثنين بنشوف فيهم للاسف حالات حصل فيها اهمال كبير. نبدأ نركب جهاز البريشر ثيرابي. نبدأ بالشنجر. بيضغط على بيبدأ يعمل بريشر ثيرابي على الأوعية الدموية، ده بيعمل حاجتين، هيزود الدورة الدموية اللي رايحة للفينز للأوردة، يبقى احنا فتحنا الشرايين وساعدنا الأوردة انها تشتغل بشكل فيه كفاءة، عشان كده وبيعالج المشاكل، كل المشاكل ممكن تكون متعلقة بمشكلة زي مشكلة الإديمة، يكون في تورم في الرجلين بتروح، زي مشكلة برضو الدورة الدموية، زي اللي مصاحبة لالتهاب الأعصاب الطرفي السكري، زي أي مشكلة ممكن. شوف الجهاز بدأ يتنفخ زي ما انتوا شايفين، هنبدأ بقى نعالج دي المشكلة دي. برضو لو في حد عنده دوالي والأوردة طريقة الشغل بتاعها مش بتسحب الدم صح، ومش بتودي الدم في المكان الصح، برضو ده من الأجهزة البريشر ثيرابي اللي بينفع معاهم جدا. ده بيبقى مدته حوالي برضو نص ساعة مع موجات الماير، ساعة الا ربع مع موجات المجال المغناطيسي مع موجات الفوتوثيرابي. كل الحاجات دي ان شاء الله بإذن الله من شهر بحد أقصى 3 شهور بنكون خلصنا وقضينا على مشكلة التهاب الأعصاب الثيرابي السكري، وبنكون حمينا نفسنا من إن احنا ندخل في ألفا ألسرز وقدم سكري ولا قدر الله البتر. أتمنى نكون في ذلك النهاردة. تحياتي دكتورة ريان سيد عبد العليم.